طيب ده كده البروجكت بتاع المرة اللي فاتت. خلينا هنا نيجي نكريت بروجكت جديد، هقول له نيو سبرينج ستارتر بروجكت. طيب قال لي هتسمي البروجكت بتاعك ايه؟ هقول له مثلا سبرينج داتا جي بي اي اتش ار بروجكت، تمام. وهحطه بس تمام. طيب هنا طبعا الايه الجافا فيرجن اللي احنا هنشتغل عليها والميفن، مش مشكله. ده الايه الجروب، اسم الارتفاكت بتاع البروجكت، والباكج بتاعه البروجكت ده ما فيهوش مشكله. هقول له نيكست. طيب هنا الديبندنسز بقى اللي احنا هنستخدمها، هنيجي طبعا تحت الايه السيكوال. احنا قبل كده استخدمنا الجي دي بي سي اي بي اي، واستخدمنا سبرينج داتا جي دي بي سي. النهارده هنستخدم سبرينج داتا جي بي اي، تمام. طيب ايه تاني اللي احنا هنستخدمه؟ هنستخدم الدرايفر بتاع الداتابيز على حسب طبعا الداتابيز اللي انت شغال عليها. طيب هنستخدم ايه تاني؟ هنيجي بقى في الويب نضيف الايه سبرينج ويب عشان نقدر نعمل ريست ويب سيرفيس. طيب هنا هقول له نيكست وهقول له فينش. طيب كده المفروض عمل ايه امبورت للبروجكت، تمام. طيب لو جينا نبص على البوم كده، ده البيرنت ما فيهوش مشكلة. طيب ده كده الارتفاكت والجافا فيرجن. طيب اول حاجه عندنا سبرينج داتا جي بي اي وسبرينج ويب والكونكتور بتاع الايه بتاع الداتابيز. طيب هتقول لي فين بقى الجي بي اي والهايبر نيت والكلام اللي انت بتتكلم عنه من ساعتها؟ ده كله بقى بيندرج تحت الايه، تحت سبرينج داتا سبرينج بوت ستارتر داتا جي بي اي، تمام. لو جيت كده في الديبندنسز اللي هو ضافها، هتلاحظ ان هو ضاف لك اللايبريز بتاعت الهايبر نيت اهو، تمام. اللايبر مثلا هايبر نيت كومون انوتيشن وهايبر نيت كور، تمام. طيب ضاف لك الحاجات دي امتى؟ لما انت قلت له انا محتاج اشتغل سبرينج ستارتر داتا جي بي اي، تمام. طبعا بالاضافه ان هو ضاف لك الايه الحاجات بتاعت الايه بتاعت الجي بي اي اللي هو الجافا اكس، تمام. طيب خلينا كده نرجع للايه للبروجكت بتاعنا، وتعالى نكريت انتيتي. هنا هقول له انا محتاج، ماشي، خلينا نكريت باكج الاول. هقول له مثلا سميها انتيتي، طيب تحت الانتيتي دي هكريت مثلا كلاس اسمه امبلويي، اقول له اوكي. طيب الكلاس ده احنا محتاجين نعرف هايبر نيت ان الكلاس ده عبارة عن انتيتي، تمام. ومحتاجين نديله بقى الايه الكونفيجريشنز او البروبرتيز بتاعته اللي هتبقى في الايه في الداتابيز. فاول حاجة، اول انوتيشن بستخدمه اسمه انتيتي، طيب هو شكله لسه ما سايبش ولا ايه؟ طيب هو هنا جاب الايه الامبورت اهو. طيب هتلاحظ ان انت هنا بيقول لك انت عايز الانتيتي من تحت جافا اكس دوت بريزيستنس، ولا محتاجه من تحت اورج دوت هايبر نيت دوت ايه انوتيشن. طيب ده الايه الانترفيس اللي هو الجي بي اي، يعني اللي هي الجافا اكس بريزيستنس.
واللي تحت ده الايه الامبلمنتيشن بتاعها. ينفع ان انت تامبورت من تحت الجي بي اي، وينفع ان انت تامبورت من تحت الايه من تحت الهايبر نت، وفي الاخر الاثنين هيدوك نفس الريزلت، ما فيش مشكله. بس طيب الفكره في ايه بقى؟ الفكره ان يفضل ان انت تامبورت من تحت الجي بي اي، بحيث لو انت حبيت تغير الامبلمنتيشن بعد كده لاي امبلمنتيشن تاني، فانت في الاخر تنادي على الانترفيس، والانترفيس هو هيروح يجيب الايه الامبلمنتيشن اللي موجود. سواء انت ضايف مثلا هايبر نيت، فهو هيبص على الامبلمنتيشن بتاع الهايبر نيت. ضايف امبلمنتيشن تاني، فهو هيبص على الايه على الامبلمنتيشن التاني. تمام. طيب فهنا اديت الكلاس ده انوتيشن كده ان هو انتيتي، معنى كده ان انا عرفت الجي بي اي ان ده عباره عن ايه، عباره عن انتيتي. تمام. لان الانتيتي دي بعد كده هستخدمها في ان انا مثلا اعمل بها كويري، هستخدمها في ان انا اكومت بيها او كده يعني. طيب طيب خلينا نعمل مجموعة بروبريتيز كده، مثلا برايفت لونج اي دي، النيم، طيب عملنا كده انتيتي بشكل ايه بسيط فيها مجموعه بروبرتيز. طيب بما ان ده كده انتيتي يعني بتقابل تيبل في الداتابيس، فانا محتاج اعرف الايه التيبل اللي في الداتابيس ده البرايمري كي بتاعي، فهاجي هنا كده واقول له ات اي دي. تمام. ادي له انوتيشن اي دي برضه بامبورت من تحت جافا اكس دوت بريزيستنس. تمام. طيب الحاجه التانيه، واحد يقول لي طيب انا لو الاي دي ده محتاج اديله سيكونس، يعني حاجه كده اوتو جنريتد، مش انا اللي ايه هدي له الاي دي بنفسي كل مره، فهتستخدم برضو انوتيشن تاني كده اسمه ات جنريتد فاليو. تمام. والجنريتد فاليو ده بتدي له الاستراتيجي اللي انت هتجنريت بيها. في طبعا كذا استراتيجي هنتكلم عنهم، بس خلينا دلوقتي نستخدم ايدنتيتي دي استراتيجي معينه كده بيستخدمها في الجنريشن. هنتكلم طبعا عن كل استراتيجي والفرق ما بين الاستراتيجيز وبعضها وامتى نستخدم كل واحده. طيب دي اول حاجه. طيب الحاجه الثانيه، في بقى مجموعه انوتيشنز برضو من تحت الجي بي اي، تقدر مثلا تقول له الكولوم، ممكن يكون اسم الكولوم مختلف في الداتابيز، يعني انت مثلا هنا مسمي البروبيرتي اي دي، انما في الداتابيز عايز تسميها امب اي دي. تمام. فممكن تيجي تقول له مثلا هنا النيم بتاع الكولوم امب اندرسكول اي دي. تمام. طيب هنا النيم برضو ممكن ايه تدي له انوتيشن كده كولوم، والكولوم ده خلينا نسميه النيم بتاعه ام بنيم مثلا. تمام. فده كده الايه الكلاس عادي. كل الموضوع ان انا قلت له ان الكلاس ده عباره عن انوتيشن، اديته انوتيشن كده ان هو عباره عن انتيتي عندي. بعد كده قلت له ده البرايمري كي بتاع التيبل. تمام. واديله اديته الجنريشن بتاع الايه البرايمري كي. وهنا خلاص يعني لو نفس اسم الكولوم اللي هيبقى في الداتابيس، فخلاص هسيبه زي ما هو بالديفولت فاليو بتاعته. لو النيم هيبقى مختلف فبديله النيم عادي. طيب بعد كده هجنريت بس الايه الستر والجيتر للكلاس ده. طيب بس كده. دي أول حاجة اللي احنا عملناها. طيب بعد كده عندنا ايه تاني؟ عندنا بقى محتاجين نعمل ريبوزيتوري. خلينا طبعا هنا الريبوزيتوري هنعمل انترفيس نيو انترفيس. انترفيس ده هنسميه امبلوي ريبو مثلا، وهنحطه تحت ريبوزيتوريز
قول له finish. طيب هنا في سبرينج قال لك طالما انت شغال في الجي بي اي انت بت implement او بت extend من الجي بي اي. طب عندك كذا يعني كذا ريبوزيتوري ممكن تكستند منهم، ممكن تكستند من الكرود ريبوزيتوري، وهنشوف طبعا يعني الايه الفرق ما بين الريبوزيتوريز دي وبعضها. خلينا دلوقتي نستخدم الكرود ريبوزيتوري، تمام؟ وده تقريبا يعني فاميليار بالنسبه لنا ان احنا استخدمناه مع الجي بي اي، قصدي مع الجي دي بي سي، مع الداتا سبرينج داتا جي دي بي سي. كل الموضوع هنا برضو بيقول لك انا محتاج اسم الانتيتي، فهتقول له امبلوي واعمل لها امبورت. طيب بيحتاج الداتا تايب بتاعت الايه؟ بتاعت البرايمري كي. احنا الداتا تايب هناك كنا عاملينها ايه؟ كنا عاملينها لونج. طيب فهقول له الاي دي بتاعي الداتا تايب بتاعته لونج، تمام؟ طيب الحاجه الثانيه ان انا محتاج افهم سبرينج ان ده كومبوننت عندي، فبدي له حاجة اسمها at repository، تمام؟ عشان يبدأ ينجكت البين ده البين دي معاه، يجهزها as a bin في الكونتينر بتاعته ويفهم ان ده ايه repository عندي. فيا اما ادي له at repository يا اما ادي له ايه at component. طيب هتقول لي مش هتكتب حاجة هنا، يعني فين بقى الكويريز اللي انت كتبتها هنا والكلام ده؟ اقول لك لا والله سبرينج موفر لنا مجموعه من الايه من الكويريز والاي بي ايز اللي احنا او الاساسيه اللي احنا ممكن نستخدمها، وبعدين نبقى نوفر رايد عليها او نحط الايه الكويريز اللي احنا محتاجينها. طيب هنستخدمها كده زي ما هي. هروح بقى في اللاير اللي بعد كده. قلنا المفروض يبقى عندنا لاير اسمها سيرفيس، فهعمل كلاس سميه امبلوي طيب هحطه تحت باكج اسمها سيرفيس. طيب قلنا في السيرفيس دي المفروض انها بتكون مسؤولة عن البيزنس لوجيك، فبنعمل اللاير بتاعت السيرفيس و اللاير دي هي اللي بتكلم الايه الريبوزيتوري. فبقول له اد سيرفيس بحيث برضو ان انا فاهم سبرينج ان ده كومبوننت عندي، تمام؟ وفي الكومبوننت ده هنروح ننجكت الريبوزيتوري، فهقول له برايفت امبلوي ريبوزيتوري. اسميه برضو امبلوي ريبوزيتوري. طيب طبعا في الديبندنس انجكشن عشان ننجكت البين بنستخدم معاها ايه اوتو واير، يا اما ان احنا ننجكت من خلال الكونستراكتور، فبنستخدم اوتو واير تسهيلا يعني، تمام. طيب لو جيت هنا محتاج اعمل مثلا public employee اسميها find by id. طيب بتاخد هنا long اللي هو ال id، تمام؟ والمفروض تروح تنادي على ال employee repository وتنادي على find by id، تمام؟ طب find by id ده جايه منين؟ جايه من تحت الايه؟ من تحت الكراد repository اللي هي الميثودز الاساسيه اللي جواه. اقول له find by id و dot or else، طبعا عشان ده بيرجع optional، فهقول له مثلا throw exception dot or else throw. هنا هنقول له بقى return. طيب خلاص خلينا بس كده الايه الميثود دي دلوقتي. تعالى بقى نعمل الكنترولر بتاعنا. بالوي كنترولر وهنحطها تحت
كنترولر بفنش. طيب عشان اعرف سبرينج ان ده ريست سيرفيس فبقول له ات ريست كنترولر، تمام، وبديله المابنج زي ما احنا متفقين. هقول له ريكوست مابنج، والمابنج بتاعه مثلا هيبقى سلاش امبلوين. تمام، بحيث ان انا اكسبوز الايه ريست سيرفيسز تحت الايه تحت الاند بوينت دي او تحت المابنج ده. طيب دي الميثود بتاعتي، مثلا هخليها فايند باي اي دي. وهنا بقى بدل ما كنت بانجكت الريبوزات اللي لا هانجكت الايه السيرفيس اللي انا عملتها، اقول له برايفت امبلوي سيرفيس، سماها امبلوي سيرفيس، اقول له ات اوتو وايت. طيب امبلوي سيرفيس هي اللي ايه هتنادي برضو على فايند باي اي دي، بس طبعا دي بترجع الاوبجكت على طول، مش بترجع اوبشنال، يعني هترجع لنا الايه الاوبجكت على طول. طيب محتاج افهم برضو سبرينج ان ده عباره عن جيت سيرفيس، فهقول له جيت مابنج، والجيت مابنج ده هديها الباز فاريبل بالشكل ده كده سلاش اي دي، وهنا همابل البارامتر ده للباز فاريبل، فهقول له ات باس فاريبل بالشكل ده كده. طيب بس كده انا عملت الايه عملت الريست سيرفيس معتمده على الريبوزاتوري اللي هو بيكستند من الكراد ايه ريبوزاتوري اللي هو تحت الايه معمول له امبلمنتيشن بالجي بي اي. طيب اللي ناقص كده اللي ناقص بس ان احنا نعمل الايه البروبرتيز، نضيف طبعا الايه البروبرتيز بقى بتاعت الداتابيز. طيب خلينا ننفط كده ونرن نشوف كده يعني ايه اللي هيضرب معانا. طيب هتلاحظ ان هو هنا بيقول لك ان انت يعني ضايف الجي بي اي، تمام، او بريزيستنس لاير يعني، والبريزيستنس لاير دي فيها الاوبجكت بتاع داتا سورس، تمام، والاوبجكت بتاع الداتا سورس ده لازم تديله الايه تديله اليو ار ال على الاقل بتاع الداتابيز. فطبعا الكونفيجريشن بتاع الداتابيز بنديها له في الايه في البروبرتيز فايل. خلينا نرجع كده للفايل ده، خلينا ناخد الايه الحاجات دي كده كوبي. طيب في مجموعه من البروبرتيز خاصه بالداتا سورس، ودي احنا اتكلمنا عنها بقى، يعني ايا كانت بقى الداتا سورس سواء مع الجي بي اي سواء مع الجي دي بي سي او ايا كانت الداتا سورس، فسبرينج بيجهز لك الداتا سورس بتاعتك وتشتغل بقى مع البرزيستنس لير اللي انت هتشتغل معاها. فهتلاحظ ان هو هنا بينادي على الداتا سورس من تحت سبرينج دوت داتا سورس دوت مثلا اليو ار ال، فبتدي له اليو ار ال بتاعك. انا مثلا اليو ار ال عندي تحت لوكال هوست البورت عندي 3306 07. طيب ده هنسيب مثلا داتا بيز، وهنا بارامتر كده للداتا بيز يعني ده اسم الايه السكيما اللي في الداتا بيز، وده اليوزر نيم والباسورد بتوع الداتا بيز. طيب هتلاحظ هنا ان في حاجات اضافيه انضافت من تحت الايه من تحت الهايبر نيت، يعني مثلا سبرينج دوت جي بي اي دوت بروبرتيز دوت هايبر نيت دوت ديليجيت. ديليجيت ده هنا بيوبتمايز الجنريتد اس كيو ال على حسب الداتا بيز اللي انت ايه اللي انت شغال عليه. فانا شغال مثلا ماي سيكوال، فالديليجيت مثلا بتاع ماي سيكوال بالشكل ده، تمام، على حسب برضو الفيرجن بتاع الداتا بيز اللي انت ايه اللي انت شغال، يعني مثلا هي ماي سيكوال 8 فبتدي له الايه على حسب الفيرجن اللي انت. كل طبعا داتا بيز لها ديليجيت خاص بيها، مثلا اوراكل داتا بيز 11 لها ديليجيت خاص بيها، 12 لها ديليجيت خاص بيها برضو. فطيب الديليجيت ده بيفيد الهايبر نيت ان هو يقدر يوبتمايز الايه يوبتمايز الكويري، يعني ممكن تبقى كويري على داتابيز بتختلف عن داتابيز تانية، فبيقدر يوبتمايز الايه الكويري. طيب تاني بروبرتي معانا
جديدة يعني، الجزئية بقى بتاعت ال DDL. الجزئية بتاعت ال DDL دي فيها كذا اوبشن، فانت هنا بتعرف الهايبر نيت لما كل ما ترن هل هيعمل كرييت للداتابيز، ولا هل هيروح يدروب مثلا ايه التيبلز او الانتيتيز اللي موجوده في الداتابيز دي ويكرييت من تاني، ولا نون يعني ما يعملش اي حاجه. يبقى انت لازم تروح ايه الحاجه دي تكون مكريتها في الداتابيز وتعمل لها مابنج بس، ولا يابديت الداتابيز. تمام، يعني مثلا لو في تيبل جديد يروح يضيف التيبل الجديد، انما لو او كولوم مثلا جديد في التيبل فيروح يضيف الايه الكولوم، يجنريت السكريبت يعني بتاع دي دي ال، او يفاليديت بس بحيث لو في اختلاف عن المابنج اللي معمول في الجافا عن الماب الداتابيز يعني التيبلز اللي موجوده في الداتابيز، فساعتها يطلع لك ايه، يطلع لك اكسبشن بس ما يروحش ينفذ ايه، ينفذ اي حاجه. طيب هنا الراجل ضايف لك كومنت كده بيقول لك ان ده ريكومندد في التستنج بس، على البرودكشن طبعا ايه ما ينفعش تستخدم الجزئيه دي، او على الاقل ما ينفعش تستخدم كريت دروب يعني، او كريت انت ممكن تستخدم ابديت مثلا يعني، يعني في اسوأ الاحوال ممكن تستخدم ابديت بحيث ان انت ممكن ايه يعني لو كولوم زاد او تيبل زاد او كده يروح يزود لك الايه الحاجات الجديده، بس يفضل طبعا انت ما تستخدمهاش في البرودكشن لان دي ممكن تضيع لك الدنيا خالص، ممكن تضرب الداتابيس خالص يعني اللي انت ايه اللي انت شغال عليها لو فيها اي مشاكل. طيب في مجموعه تانية من البروبرتيز خاصه باللوجينج، هنا بيقول له مثلا لوجينج دوت ليفل دوت انفو مثلا، وهنا بيديبج الاس كيو ال، هنا مثلا بيشو الاس كيو ال اللي هيحصل لها جنريت، هنا ممكن مثلا يعمل فورمات للداتابيس للكويريز يعني، بدل ما تبقى سطر على بعضه لا يعمل لها فورماتنج كده للكويري اللي ظاهره في اللوج. هنا ممكن ايه بيطلع لك ستاتستيك كده عن الايه عن الكويري. خلينا كده نهيش الحاجات دي دلوقتي. برضو خلينا نهيش الفورمات ده. شو اس كيو ال ماشي، اس كيو ال ديبج ماشي مش مشكله ماشي، خلينا ايه انيبل ده برضو عشان نشوف الكويريز اللي ايه هتعمل. هنا برضو في بروبرتي على الايه للتايم زوم، التايم زوم اللي انت ايه اللي انت شغال عليه، لو حبيت تضيف او تباصي يعني بروبرتيز خاصه بالتايم زوم للهايبر نت فانت بتبصيها من خلال الايه البروبرتي دي. طيب الفكره هنا او الغرض من الموضوع ده ان هنا سبرينج ضاف لك الهايبر نت، وفي البروبرتيز فايل ده تقدر تديله الايه الكونفيجريشن اللي انت محتاجها، زي ما احنا متعودين بقى على سبرينج او سبرينج بوت ان هو نو كونفيجريشن، بيحط لك يعني باي ديفولت الكونفيجريشنز الايه اللي موجوده، بالاضافه ان انت تقدر توفر رايد الكونفيجريشنز اللي موجوده دي من خلال الايه من خلال البروبرتيز فايل. طيب خلينا نرن كده. طيب ما في حاجة ضربت بس يعني خلينا نشوف. قبل ما حاجة تضرب هتلاحظ ان هو ايه راح عمل سكريبت كده على الداتابيز. اول حاجة قال له دروب التيبل ده اللي هو امبلويي. طب هو جاب اسم التيبل منين؟ هنعرف دلوقتي هو جاب اسم التيبل ده منين. تاني حاجة هنا بيقول له دروب، هو واضح ان هي بتتعامل مرتين ماشي، بس احنا هنا عشان خلينا نوقف شو اس كيو ال، خلينا كده نروح نعدل الكنترولر عشان كان ضارب معانا. وهنا بيقول ما ينفعش سلاش، هنا المفروض السلاش قبل الايه قبل الباس فاريبل ده. طيب وخلينا كده نريستارت تاني الجي بي اي. طيب هنلاحظ ان هو عمل رن فعلا. تمام، اول حاجه هو راح عمل دروب للايه للتيبل، قال له دروب التيبل ده اف اكزيست، وبعد كده راح عمل كرييت لايه كرييت لتيبل تاني. تلاحظ ان هنا في التيبل اداله حاجه اسمها اوتو انكريمنت، ده عشان السيكونس في ماي سيكوال، واداله الايه الكولومز. هتلاحظ ان هنا احنا طبعا كنا في الجافا مسمينه اي دي،
بس قلنا له اسم الكولوم في الداتابيز امبلوي اي دي، تمام؟ طيب هنا اداله البرايمري كي بتاعه. طب تعالى كده نبص على الداتابيز، نفتح الورك بنش بتاعنا. هدخل على اللوكال داتابيز بتاعتي. طيب لو جيت كده عملت ريفريش، طبعا دي السكيما اللي كانت عندنا اللي اسمها اتش ار جلوبال. لو جيت ابص على التيبلز كده اللي موجوده في الداتابيز، هلاحظ ان كان في تيبل قديم اللي احنا كنا شغالين عليه اللي هو ده كده بالامبلويز بتاعته اللي احنا كنا بنتست عليه في الجي دي بي سي، وفي تيبل تاني اتكريت اللي هو ده كده اللي هو امبلوي ده، لاحظ فيه الامب اي دي والامب نيم والسالري بالشكل ده. مين اللي كريت التيبل ده؟ اللي كريت التيبل ده الايه؟ الهايبرنيت او الجي بي اي اللي عندنا. فعمل له اوتو ايه؟ اوتو مابنج. طيب هتقول لي طيب هو ليه سماه امبلويي؟ طب انا لو محتاج اغير اسم التيبل، طيب هقول لك هو باي ديفولت خد اسم التيبل من اسم الايه؟ من اسم الانتيتي اللي موجوده عندك. طبعا مع اختلاف النيمنج كونفنشن، لان في الجافا النيمنج كونفنشن بيبقى ايه؟ اول حرف كابيتال وباقي او باقي تاني حرف او اول حرف من باقي الكلمات التانية بيبقى كابيتال برضو، ده في الجافا. انما في الداتابيز بيكون اول حرف طبعا بتكون الحروف كلها سمول، بالاضافه ان هو مثلا لو في كلمه تانية فبيحط لك بينها ايه؟ اندر سكول. طيب انا لو محتاج اديله بقى هنا تيبل او اسم التيبل مختلف يعني، فانا ساعتها محتاج اديله at table، تمام؟ التيبل ده برضه هعمل له امبورت من تحت جافا اكس ريزيستنس، وهديله الايه؟ هديله النيم بتاع التيبل. اقول له مثلا النيم بتاع التيبل ده HR underscore employees.